باذن الله على كل حال اخ خالد. شوف حنايا الاهداف تاعنا منذ البدايه مع هذا الجيل، يعني الكلام اللي خديناه مع اللاعبين هذو اللي نوعا ما حبينا نرسخوا لهم شويه يعني ذهنيات قويه، يعني ذهنيات يعني التفكير في المستوى كبير والتحديات. لازم الماركيو ليستوار، فور ماركي ليستوار سي افيك لي فيكتوار بالفوز، يعني بالكؤوس بالتتويجات، بهذا الشيء اللي تقدر تكتب التاريخ. ولهذا اللاعبين هادو يعني رسخنا فيهم هذه الثقافه، يعني ثقافه الانتصارات، ثقافه الفوز، باش يماركيو ليستوار. وزيد كذلك حنا كلاعب قدماء رغم اني لعبت ولكن جي با ماركي ليستوار، باش ما تهوتش ولا مره في حياتي. ولهذا نقول اللاعبين توعي، قول لهم اللي حبي يلعب فوتبول يدوا ماركي ليستوار، وباش تماركي ليستوار بالتتويجات. الناس اللي التاريخ يشد غير التتويج، يعني ماشي اللعب الجميل واللعب كما تفضلتوا قبيله بالمنتخب الوطني تاعنا ما كانش يسجل بزاف، ولكن اهم شيء هو التتويج والتاريخ يشد اخر نقطه اللي هي تتوج بكاس افريقيا او باي كاس اخرى.